الحمد لله الذي خلق كل شيء زوجين وفطرهما على السجتين على مدتين لتقوى بعضهم من بعض في عبادة خالق الكونين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام القبلتين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الدارين. أما بعد فيا معشر الإخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين الهند. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حرمين شرفين. اللهم انصر من
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.
هو الأحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. زمین کے جس حصے پر گناہ ہوا وہ بھی معاف فرما دے اور زمین کے اس حصے کو گناہ بھلا دے ہمارے اعضاؤں کو ہمارے گناہ بھلا دے رجسٹر میں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جاتے تیرے نبی کو ہم سے راضی کر دے اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے کی اخلاص اور تقوی کے ساتھ توفیق عطا فرما دین کی خدمت کرنے کی اور یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما جو جیلوں میں بند ہے غلط مقدمات میں جیلوں میں بند ہے یا اللہ ان کو جلد از جلد یا اللہ رہائی کا عزت نصیب فرما یا اللہ جتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہے یا اللہ سب کو واپس ایمان پر درانے کی توفیق عطا فرما اور اللہ یا اللہ آگے کے جو بھی حالات ہو ہم ایمان والوں کے اوپر یا اللہ ساری دنیا کے اندر تمام حالات کو درست فرما اور ایمان والوں کی ماؤں کی بہنوں کی مردوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی بچوں کی سب کی ایمان کی اعمال کی جان کی مال کی عزت کی آگے کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اندر سے باہر سے ہر طرف سے ہر طرح سے بھرپور حفاظت فرمائے اللہ تیرے نبی نے ایسے موقع کے اوپر جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے تمام دعاؤں میں پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نصیب فرما اور جتنی بھی شرور اور فتن سے تیرے نبی نے ایسے موقع کے اوپر پناہ چاہیے ہے تمام کے تمام شرور اور فتن سے پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے آمین اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخیر مقبول فرمائے آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم